غدا إن شاء الله ستعقد الجامعة القاسمية مؤتمرها الدولي الأول للمخطوطات بعنوان رقمنة المخطوطات الأصلية الواقع والمأمول، ويأتي هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من أكثر من 149 مشارك ومسجل في المؤتمر من نحو 31 دولة حول العالم. وهذا المؤتمر سيطرح الحلول للمشاكل التي يعاني منها المحققون والباحثون عن المخطوط بإيجاد نسخ احتياطي وبإيجاد حلول بديلة لتوفير المخطوط الأصلي أو نسخ من المخطوط الأصلي. وهذا المؤتمر يعتبر حلاً للمشاكل التي يعاني منها المخطوط حول العالم، وسيكون المؤتمر إن شاء الله في رحاب الجامعة القاسمية ويطرح بشكل هجين بشكل حضوري وعن بعد كذلك. تأتي المشاركة مع عدد من الجامعات وعدد من المراكز ومن المعاهد مثل أكاديمية لشبونة للعلوم في البرتغال،